هذا سد وادي صعب، هذا وادي صعب وهذا السد متاعه، هذا السد وادي صعب فعلا، صعب عشان تجي له، لانه تجي على الخط الدائري متاع ملك فهد، بعدين تمسك يمين وسط القرى، لف يمين يسار يمين يسار لغاية ما توصل. هذا السد، سد وادي صعب. في بيوت قديمة هنا صراحة، شوف هذاك البيت راه بيت قديم، يعلم الله من كان يعيش فيه. في قلعة هناك قديمة، شوف فوق الجبل، إن شاء الله نطلع الجبل هذاك. السد وادي صعب، شوف الجبال هناك، الجبال كلها عارية صلعاء، يعني ما فيها شجر. لسه مع الفيضانات يقدر يتجمع المويه هنا، في مويه هناك، في ماء، الماء هناك. شو السد، رائع الديكور، روعة. طبعا يبغى لها لافتة تدل بأنه سد وادي صعب، لكن أنا جيت على طريق جوجل لوكيشن. طبعا هذا الباب سد بس مسكر، تقدرش تدخله. عشان تمشي فيه ولا لا. طيب حتى حاطين تحذير هنا، مشروع تشغيل وصيانة سدود منطقة مكة المكرمة. يمنع منعا باتا الاقتراب من السد والسباحة داخل حوض التخزين. يعني ده كان فيه موية. هذه قرية صعب ولا غير، إنه هذه وادي صعب أكيد، هياخذ قرية وادي صعب. هنا مكتوب الآثار العامة للسياحة والآثار. هذه اللوحة بعد ما مشيت شوية لقدام على السد اللي هو مستحدث السد، فهنا حاطين لوحة السد. يقع هذا السد جنوب غرب الطائف في وادي صعب، وهو أحد السدود الأثرية، ويوجد على إحدى الصخور عند الطرف الجنوبي للجدار ناقشة بالخط الكوفي تصعب قراءته لتعرضه للعوامل الطبيعية التي طمست كثيرا منه. ظهر السد هنا، السد الأثري هنا. أنا همشي لغاية هناك. احنا اللي شفناه قبل قليل شفنا السد الحديث المستحدث، يعني الجديد، تطوير السدود داخل مكة. وهناك اللوحة اللي احنا قريناها، وهذا هو السد، لكن اندثر زي ما مكتوب في اللوحة، اندثر يعني عوامل التعريه. هذا السد رايح الى غاية هناك، الحين صارت فيه مباني في المنطقة. هذا السد، هذا كان حجر كله سد. ها سد، هذا الوادي وادي صعب، هذا سد وادي صعب، هذا وادي صعب، لكن صارت فيه مباني وصارت فيه يعني. واللي شفناه هناك قبل المسجد هناك ورا التبة هذه، ورا الجبل هذا، هو السد المستحدث. في صخور كبيرة هنا، صخور يعني ضخمة. شو هذا السد، أحجاره هناك، هذا السد هناك، اللوحة هناك، اللوحة الأثرية هناك مكتوبة. السد اللي شفناه مبني جديد، هذاك استعدت حتى سموه سد وادي صعب. هذا السد، وادي قرى وادي صعب، يعني كانت الناس قديما كانت تهتم بالزراعة
الحين خلاص الحداثة الظهر منعت لنا الزراعة، كانت رائعة. شوف هذه ذهبية الحجرة، هذه كان فيها ذهب. ذهبية حجر بازلت. هنا مدخل السد. ولو بسط الله الرزق هذا السد، سد وادي صعب، لكن صارت القرى، صارت فيها قرى ومباني. طريق الوادي السد رايح جاي، لكن توديك لطريق الدائري الملك فهد. هذا الوادي، احنا وسط الوادي الحين، طالعين راجعين للسد الحديث، سد وادي صعب. الوادي صعب، السد وادي صعب القديم الاثري هنا تحت، وين تحت طلعنا مسافة كبيرة عشان استحداث السد من جديد. هو هذا هنا يعني بعيد عليه شوية، شايف؟ بعيد عليه شوية. هذا السد المستحدث، السد الحديث أو السد الجديد سمي زمان، لكن هو سد وادي صعب. هذا السد وهناك السد الأثري شفناه. الناس كانت عايشة هنا، بيت من البيوت القديمة، دي كلهم بيوت قديمة لها تاريخ، الناس عاشت هنا ومشيت، فلحت أكلت وشربت. تحت الجبل على سفح الجبل، شوف. وما عند الله خير وأبقى. كانوا يبنوا البيوت من الطين، البيوت من نفس الحجر الجبل، الحجر الجبلية.